أحبائي الطلاب، أحييكم وأرحب بكم في بداية هذا الفصل، وخاصة في مساق الـ Engineering Materials اللي هو المواد الهندسية. معكم المهندس هاني أبو شهلة. إن شاء الله راح أغطي لكم الكورس هذا من خلال التعليم الإلكتروني أو عن بعد، وفي جزء عمل إن شاء الله تتيسر الأمور ويتنفذ في الكلية، في ورش الكلية. راح أعطيكم فكرة عن المنهج، يعني خلينا نسميها هذه محاضرة تعريفية بالمساق Engineering Materials. هذا المساق يعتبر متطلب تخصص، ومن المساقات المطلوبة جدا في كافة التخصصات الهندسية، وخاصة في الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس، بالإضافة لأهميته اللي يرغب منكم طبعا بالتيسير، وبرضه للي بده يضل على الدبلوم واللي بده ينزل على سوق العمل راح يستفيد جدا من هذا المساق. المساق في الظروف الحالية احنا راح نعطيه الكتروني، ونتمنى انه قريبا نستطيع الوصول الى الكلية ان شاء الله، نتعرف عليكم ونعمل الجزء العملي من هذا المساق اللي هو عبارة عن 4 تجارب سيتم انجازها ان شاء الله في مختبر المواد داخل كلية مجتمع تدريب غزة. المساق مكون من 6 وحدات، ممكن تصنيفه الى 3 اجزاء. الجزء الاول اللي هو الوحدة الاولى اللي هي موجودة امامنا الان، اسمها Basics of Engineering Material. Basics يعني اللي هي مجرد مقدمة عن المساق. بعدين بيجي الوحدة الثانية والثالثة، هما عبارة عن Stress Strain Diagram اللي هو الاجهاد والتغير في الشكل نتيجة الاجهاد. راح انا عملت مختصر للخطة تبعتنا، حابب ابدأ فيها اعرفكم عليها. الخطة اللي موجودة عندنا اللي موجودة امامكم الان بتختصر كل اللي ما يسيت الانشطة اللي سيتم تغطيتها اثناء هذا الفصل ان شاء الله. عندنا شقين، شق نظري وشق عملي. الشق النظري يتكون من 6 وحدات. الوحدة الاولى اللي هي Basics of Engineering Material. Basics يعني اساس قواعد. الوحدة الثانية Mechanical Properties of Solids اللي هي خصائص الميكانيكية للمواد الصلبة وخاصة المعادن طبعا. الوحدة الثالثة Failure Mechanisms اللي هي آليات الانهيار في المعادن، وهذا اشي خطير جدا. لما تنهار المعادن بدنا ندرس كيف بيصير الانهيار عشان نتفادى حدوثه في اعمالنا الميكانيكية لاحقا ان شاء الله في حياتنا العملية. الفيز دياجرام، وهذا عبارة عن منحنى مهم جدا بيعرفنا خصائص الحديد مع الكربون اللي هو من اخطر واهم العناصر الموجودة على سطح الارض. الحديد heat treatment processes اللي هي عمليات معالجة للحديد بالحرارة. واخر واحد عندنا اللي هي metal alloys اللي هي السبائك، وهنا بناخد الفرس والنون فرس اللي هي السبائك الحديدية والسبائك اللا حديدية اللي هي زي النحاس والالومنيوم والتيتانيوم الى اخره. عندنا في العملي 4 تجارب ان شاء الله راح نعملهم في المختبر: تنسايل تيست، برينل هاردنس تيست، روتيتنج فاتيج ماشين، وكريب تيستنج ماشين. 4 تجارب راح نعملها في المختبر مع بعض ان شاء الله. آلية التقييم، وهذه طبعا تم معايرتها او تم تحسينها او مؤايمتها للوضع الحالي، راح ناخد 4 واجبات ان شاء الله منزلية بعطيكم اياها في نهاية الوحدات المختارة الاربعة. بعمل هوموركس، احنا عندنا 6 وحدات راح نعمل 4 هوموركس بس عليهم 20 علامة. العدد 2 كويز بناخدهم على في مفاصل معينة بنبلغكم فيها طبعا
في أوقات محددة، اختيار من متعدد برضو راح يكون عن بعد وعليهم 20% من العلامة. في عنا في نصف الفصل إن شاء الله بناخد الاختيار من متعدد اللي هو امتحان نصفي، وبعدين اللي هو عليه 20%، وامتحان نظري نهائي أتمنى أن يكون وجاهي، وإذا ما تمكناش بكون عن بعد وعليه 40%. بناخد من 100% النظري 80، وبناخد من الأربع تجارب اللي هي بنعمل التجربة وبنعمل تقرير عليها، بتقدموا التقرير إلنا بنقيمه وبنعطيكم عليه علامة، وبتاخدوا 20%، هاي 80 زائد 20، هاي 100% من المساق. نبدأ الآن نمشي مع الوحدات بسرعة، بس بدي أعرفكم عليها. أنا رفعت الوحدات على اليوتيوب، والروابط كلها موجودة على الجوجل كلاس روم، ومعظمكم شاركين فيه. طبعا أنا الآن المحاضرة هذه موجهة لطالبة الهندسة الميكانيكية وطالبة الميكاترونيكس الفصل الأول. الوحدة الأولى زي ما حكيت لكم هي عبارة عن مراجعة وإعادة جدولة أو إعادة برمجة للمعلومات اللي أوريدي موجودة عندكم ولكن باللغة الإنجليزية، يعني الفيزياء وبعض الكيمياء اللي أخذتوها في الثانوية العامة بنراجعها الآن مع بعض باللغة الإنجليزية عشان تكون الأساس اللي راح نبني عليه بعد هيك باقي وحدات هذا المساق في الفصل الحالي. Material science is the study of، هي عبارة عن علم المواد، هو دراسة study of the structure، البناء، properties خصائص، function وظائف أو وظيفة، and applications وتطبيقات of matter، يعني بنجيب المادة وبندرس خصائصها وبندرس وظائفها وبندرس بنائها، تركيبها البنائي، وكذلك استخداماتها في الحياة العملية اللي هي تطبيقاتها. is based، طبعا هذه الدراسة تعتمد على مبادئ الكيمستري والفيزيكس and engineering، الكيمياء والفيزياء والهندسة وهندسة المواد الصلبة. في مجموعة من العناوين رح نمشي عليها بسرعة، طبعا الوحدات هذه حكيت لكم موجودة على اليوتيوب، فممكن تبدوا فيها انتوا تبدوا تحضروا، لانه ان شاء الله خلال الاسبوع القادم رح نبدأ نرفع محاضرات ونبدأ نشرح لقاء حسب الخطة. الكلاسيفيكيشن اوف ماتيريالز هو عبارة عن تصنيف، structure and bonding اللي هو عبارة عن البناء والروابط. انتوا عارفين المعلومات هذه كلها موجودة عندكم وانتوا عارفينها من دراساتكم السابقة في الثانوية العامة. الاتوميك ستراكتشر اللي هو التركيب الذري بالضبط زي ما انت شايف، عندك البروتون، نيوترون، النيوكليوس، والالكترون اللي هي اجزاء المكونة للذرة. ناخد بعدها المدارات، المدار الاول وامثل عليه، والمدار الثاني والمدار الثالث زي ما انت شايفين، الايون، تعريف الايون، بعدين النوبل غازز اللي هي الغازات النبيلة او الخاملة، انواعها وخصائصها. بناخد الاتوميك بوندينج، الروابط الذرية، وفي منها زي ما انتم عارفين برضو ثلاث انواع من الروابط بناخدها ولكن مع بعض التعديل، ايونيك بوندينج اللي هي الرابطة الايونية، الكوفيلنت بوندينج اللي هي الرابطة التشاركية او التساهمية، وفي النوع الثالث اللي هو الميتاليك بوندينج، وهذه ما مرتش عليكم، هي عبارة عن رابطة اللي هي آلية ترابط المعادن، القوة الهائلة الموجودة في المعادن كلها عن طريق هذه الرابطة اللي راح ناخدها لاحقا بالتفصيل. بعدين ناخد تعريف الإلمنت اللي هو العنصر، الكومباوند المركب، والميكستشر اللي هو الخليط. هذا الجزء الأول من الوحدة الأولى. الجزء الثاني من الوحدة الأولى اللي هو الكريستلز اللي هي الكريستالات اللي يتكون منها المعادن. طبعا الكريستلز هي عبارة عن تركيب بناء هندسي بنسق معين تتباعد فيه الذرات وتترابط بشكل هندسي جميل. في منه ثلاث أنواع، تنقسم كل المعادن اللي موجودة بالكون إلى تصنيف، يا إما بدها تكون البادي سنترد كيوبيك body centered او face centered cubic او
HCP اللي هو Hexagonal Close Pact. وهدول كل واحدة منهم راح ناخد تفصيلها وبنائها وناخد خواصها وناخد مثال عليها. آخر إشي بناخد اللي هو Nothing is Perfect، لا يوجد شيء كامل في الكون إلا الله طبعا سبحانه وتعالى. Point Defect بناخد العيوب الكريستالية اللي هو العيب النقطي والعيب الخطي والحجمي والسطحي والحجمي إلى آخره. وبهذا تكون الوحدة الأولى انتهت. نفس الشيء بالنسبة للوحدة الثانية. الوحدة الثانية اللي هي اسمها Mechanical Properties of Solids، اللي هي الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة، وسنركز فقط على المعادن في هذا الفصل. الميكانيكال بروبرتيز، ايش يعني ميكانيكال بروبرتيز؟ الخصائص الميكانيكية. بس تعريفها، ميكانيكال بروبرتيز used as a measurement of how metals behave under a load or force. force قوة، load يعني حمل. كيف تتصرف المعادن عندما يتم تحميلها؟ يعني سيخ الحديد اللي موجود في داخل عمود في بناية، البستون رود أو عمود البستون اللي داخل محرك الديزل، البيم اللي موجود في ترس أو في بناء هندسي أو في ناطحة سحاب، ما هي الأحمال التي يتعرض لها هذه القطعة أو هذا البيم أو هذا العمود أو هذا المنبر، وكيف يتصرف تحت التحميل. هذا اللي راح ندرسه، وحدة مهمة جدا وتصل بنا إلى، طبعا في إشي اسمه إجهاد، في شيء اسمه اللي هو الستريس، وفي شيء اسمه الاسترين اللي هو التغير في الشكل اللي بيصير نتيجة الإجهاد. الستريس ترين دياجرام هو من أخطر وأهم المنحنيات في الهندسية، في الهندسة بشكل عام، سواء كانت ميكانيكية أو مدنية أو أي نوع من تخصصات الهندسية. بنيجي بندرس بنجيب القطعة وبنحطها تحت حمل معين، ومن ثم نبدأ برسم المنحنى وبنشوف التمدد اللي بيصير بعد كذا ثانية من التحميل أو كذا نيوتن من التحميل، ماذا يحدث لهذه القطعة. وندرس الخصائص الميكانيكية ورد فعل هذه القطعة أثناء التحميل، وهذا اللي بنسميه الميكانيكال بروبرتي. طبعا الخصائص الميكانيكية عديدة. أول خاصية مثلا اللي هي strength، طبعا أنا بفضل ما نترجمش، بفضل أن نتعامل مع الخصائص الميكانيكية ونفهمها باللغة الإنجليزية. strength يعني قوة، ماشي هينا ترجمناها، ولكن نفهم إيش يعني strength. strength is the property that enables a metal to resist deformation under load. بس هذا هو التعريف. إذن إيش يعني ما هو السترينغث؟ هي عبارة property، الخاصية that enables a metal التي تمكن أي معدن to resist deformation، يقاوم التغير في الشكل under load. إيش يعني under load؟ يعني تحت التحميل. إذا كان بالشد مثلا، جيت لقطعة معدنية وشديتها، انشدت معايا وصارت يعني استطالت في إيدي، بتكونش قوية. إذا كانت strong أو strength بدها تقاوم الشد، إذا شدناها بدها تقاوم الشد، إذا ضغطناها بدها تقاوم الضغط، إذا تقاوم التغير في الشكل. هذا ما نسميه strength أو strong material. في خصائص كثيرة: elasticity, plasticity, ductility, malleability, brittleness, hardness, toughness, resilience, rigidity. وبناخد عليها طبعا هنا أمثلة. آخر حاجة في عندي حاجة اسمها strain hardening، هي ظاهرة تحدث في المعادن أثناء تشكيلها، وبرضو راح ناخدها بالتفصيل إن شاء الله. الوحدة الثالثة اللي هي failure mechanisms، آليات الانهيار اللي بيصير في المعادن، يعني متى يحدث انهيارات في المعدن، وما شكل هذا الانهيار، وما أسباب هذا الانهيار. الوحدة هذه برضو وحدة خطيرة،
وبتساعدنا ان نتفهم ما الذي يحدث اثناء لما تصير المشاكل. طبعا المشاكل لازم تصير في الهندسه الميكانيكيه، انهيارات، انكسارات، تشققات، بنفهمها بالتفصيل. فراكتشر اللي هو الشرخ اللي بيصير داخل المعادن، في النوع الاول اللي هو الفراكتشر، وبنجيب قطعه بريتل يعني هشه، وقطعه دكتايل يعني سهله التشكيل، وبنقارن بينهم عند التحميل، وبنشوف كل وحده كيف تنكسر وشكل الكسر. وطبعا هذه من التجارب اللي راح نعملها في الورشه عندنا في المختبر المواد ان شاء الله. بندرس الجزء الثاني من الوحده اللي هو الفتيج. فتيج اللي هو فيلير اندر سايكليك ستريس، لما نجيب قطعه دواره يعني متحركه، هذه القطعه المتحركه سواء كانت جزء من محرك ديزل، او جزء من مضخه، او جزء من توربينه غازيه، المهم انه الوحده هذه او الجزئيه هذه تتحرك. نتيجه الحركه وتغير الاحمال عليها من ماكسيمم الى مينيمم، وتغير اتجاه الحركه، طبعا راح ندرسه لاحقا بالتفصيل، ممكن نرسم منحنيات. المنحنيات هذه اللي بسميها احنا ستريس اجينست نمبر اوف سايكلز، يعني الاجهاد والنمبر اوف سايكلز تو فيلير، متى ستنهار هذه القطعه. وهذا مهم جدا في دراسه الاعمار القطع، العمر الافتراضي للقطع المتحركه، وكيفيه تفادي انهيارها عن طريق الصيانه الوقائيه وبرامج الصيانه. وهذا مساق كامل بندرسه مع بعض ان شاء الله في الكليه، بس مش في الماتيريال، في مساق مختلف. في بعدين الكريب اللي هو النوع الثالث من الانهيارات، وعبارة عن انهيار برضو يحدث ولكن بظروف مختلفة، لازم يكون الضغط فش في سايكليك ستريس اللي هو مش ضغط، مش اجهاد متحرك، لا اجهاد ثابت، اللي هو بنسميه permanent deformation. when لما القطعة subject to constant load، حمل ثابت مش متردد، ولكن مع وجود حرارة، عادة بيصير في درجات الحرارة المرتفعة. ومن الأمثلة المشهورة جدا الغليات البخارية ومواسير البخار وقطع التوربينات الغازية اللي تتعرض لإجهادات عالية ولحرارة عالية. الوحدة الرابعة الآن بنبدأ في الجزء الثالث والأخير من المنهج. المنهج الأول كان الوحدة الأولى المنفصلة اللي هي كانت مجرد تقديم. الوحدة الثانية والثالثة كانت اللي هي الميكانيكال بروبرتيز والفيليرز والستريس ترين دايجرام. الآن الجزء الثالث والأخير وهو يتكون من ثلاث وحدات، الرابعة والخامسة والسادسة، اللي بنسميه الوحدة الرابعة اسمها فيز دايجرام. الفيز دايجرام هو عبارة عن منحنى بدرس بعمق العلاقة ما بين نسب ما بين الحديد ونسبة الكربون اللي موجودة بالحديد. يعني لو جبنا عنصرين بشكل عام، سمينا العنصر الأول A والعنصر الثاني B، لا بنحكيش حديد وكربون الآن، وبدينا ندرس ماذا يحدث لو خلطنا 100% حديد وصفر A وصفر في المية B، وبعدين بدينا نرفع الحرارة ونشوف النقطة التي تنصهر عندها هذه السبيكة، السبيكة اللي هي معدنين اللي هما A و B. بعدين روح هنا على أقصى اليمين 100% B وصفر في المية A، وسخن وشوف متى تنصهر هذه السبيكة. بعدين تعال خود على خلطات مختلفة، مثلا 100 خلطة معين، 99% A 1% B، 98% A 2% B، وكمل وهلم جرى لعندما تصل إلى 100% B في أقصى يمين المنحنى. ويتم دراسة ما الذي يحدث في الآن. عندي ثلاث متغيرات اللي هو المتغير A، العنصر A ونسبته، ونسبة العنصر B ودرجة الحرارة، وهذا بنسميه phase diagram. الphase diagram هو عبارة عن منحنى مهم جدا يتم من خلاله دراسة العلاقات ما بين المتغير النسب المتغيرة في السبائك مع درجات الحرارة. إذن الوحدة الرابعة كلها بتناقش الفيز دياجرام بشكل عام بين A و B، ومن ثم بشكل خاص بين الايرن and كاربون، بين الحديد والكربون. يعني الفيز دياجرام بين الحديد والكربون، وهنا واضح جدا، هنا هي
بيجي هنا في كل ما رحت على اليمين بتزيد نسبة الكربون، وكل ما رحت إلى اليسار بتزيد نسبة الحديد. طبعا هنا عندي 100% حديد و 0% كربون، هنا عندي 99% حديد و 1% كربون. المنحنى هذا بكملش لبعد 6.67 كربون، لأنه تصبح السبيكة الآن حديد هش ليس له أي قيمة هندسية، لا يمكن استخدامه في الميكانيكال أبليكيشنز. إذن نتوقف عند آخر نسبة للكربون اللي هي 6.67، ويتم دراسة ما الذي يحدث برفع درجة الحرارة. ولاحظ أنه درجات الحرارة تبدأ هنا من عند 400، وبنضل ماشيين عند ما نصل ل 1600، وبنشوف بين 400 و 1600 درجة مئوية ما الذي يحدث من ناحية الخصائص ومن ناحية التغير في الميكانيكال بروبرتيز، بالإضافة إلى الشكل الجرينز والخصائص الميكانيكية ودرجات الانصهار وما شابه. هذا المنحنى بيعطينا معلومات هائلة جدا يتم دراستها، ومن خلالها نتعرف على سبائك الحديد المختلفة. السبائك في عنا سبيكة مشهورة جدا اسمها الفيرايت، وسبيكة تانية اسمها أوستينايت، وسبيكة ثالثة مشهورة جدا اسمها سيمنتايت، وهي عبارة كلها عبارة عن حديد وكربون ولكن بنسب مختلفة وطبعا خواص مختلفة. وبندرس الايوتكتيك بوينت والايوتكتويد رياكشن، وكلها عبارة عن معلومات قيمة بتعرفنا على سبائك الحديد وخصائصها. هنا في عندي سبيكة البيرلايت، وهي سبيكة مهمة وتحمل خصائص مميزة سندرسها بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. عندي هنا مجموعة من المنحنيات، بتشوف كل ما روحت ناحية اليمين زادت نسبة الكربون، شوف هنا 1.4 نسبة الكربون، ولكن شوف الإلونجيشن يعني اللي هي الاستطالة، شوف هنا كانت عالية جدا، كل ما روحت ناحية اليمين تقل الاستطالة وتزيد الهاردنس وتزيد السترينث إلى حد معين. هذه الوحدة الرابعة فيها معلومات غزيرة وممتعة، وإن شاء الله سنتعمق فيها لاحقا، إحنا الآن فقط مجرد تعريف. الوحدة الخامسة برضو السبائك الحديد اللي تعرفنا عليها في الوحدة الرابعة. الآن في شيء اسمه heat treatment processes اللي هي عمليات المعالجة الحرارية للسبائك الحديد. عمليات المعالجة تنقسم إلى مجموعتين، معالجة حرارية للسبائك بدرجات اللي هي عبارة عن تسخين وتبريد. المعالجة الحرارية تسخين وتبريد. التبريد بكون يا إما تبريد بطيء جدا والعملية بنسميها annealing، يا إما عملية تبريد بطيء ولكن مش بطيء جدا وبنسميها normalizing، أو النورماليزينج، أو إذا كانت إلها تبريد بظروف معينة بنسميها stress relieving. في الوضع المختلف اللي هو quench hardening. quench يعني عملية خفض درجة الحرارة بسرعة عالية جدا عن طريق وضع الحديد الساخن إلى درجة حرارة مرتفعة جدا، ويتم وضعه داخل زيت أو مية أو تيار هوائي، يعني تبريد سريع. في حالة الانيلينج والنورماليزينج كنا بنحكي عن تبريد بطيء، يعني بنسخن وبنخلي القطعة داخل الفرن وبنسيبها 12 ساعة أحيانا 24 ساعة تبرد ببطء شديد. أما في الكوينش هاردنينج عمليات تقسية للمعادن بنعمل عملية تبريد سريع جدا، وهذا اسمه كوينشينج، وإله منحنياته وإله ظروف التبريد وإله طبعا عملية الكوينشينج ينتج عنها سبائك بتخلي سبيكة الحديد very hard and brittle. شوف احنا تعرفنا على الخصائص الميكانيكية اولا، الان بنستخدم هذه الخصائص في تطبيقاتنا الهندسية. كيف نخلي الحديد يصير hard and brittle؟ بنحوله لمارتن سايت. طيب بدنا اياه soft and ductile بنعمل له عملية annealing، بدنا اياه hard and brittle بنعمل له عملية quenching. وكل سبيكة من نواتج هذه المعالجات الحرارية إلها خصائصها. في عنا الكيس هاردنينج، وبرضه هذه عملية معالجة بنخلي السبيكة الحديدية خصائصها من برا اللي هي القشرة الخارجية هارد لمقاومة التآكل، ولكن من الداخل بنخليها تف
and ductile عشان تقاوم التصادم وما يصيرش فيها كسور أثناء يعني عشان إذا كان القطعة راكبة في جهة في 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 قطعة في مرك في نظام ميكانيكي متحرك يتعرض إلى صدمات متتالية. الموضوع عميق ولكنه ممتع، وأنا متأكد إنه إن شاء الله لما نشرح الوحدة هذه راح تعرفوا بالضبط وتستمتعوا بالمعلومات الرائعة اللي راح تعرفوها. الوحدة الأخيرة اللي هي الميتال ألويز، السبائك المعدنية، ميتال ألويز، ألوي يعني سبيكة، اللي هي عبارة عن قطعة من المعدن مكونة من أكثر من عنصر، من أكثر من معدن. في عنا هنا شقين لهذه المحاضرة. الشق الأول اللي هو الفابريكيشن، عمليات التصنيع، عشان أنت تتعرف عليها بالذات تعون الميكاترونيكس، لأنه الفابريكيشن طلبة الهندسة الميكانيكية راح ياخدوها كمساق منفصل. فالفابريكيشن التصنيع بناخد بمختصار شديد بنعملكم تقديم لعمليات التصنيع المختلفة لكل أنواع المعادن، وبناخد أمثلة تطبيقات على كل المكونات الميكانيكية وكيف يتم تصنيعها. الشق الثاني عبارة عن جزئين اللي هو الفرس والنون فرس ألويز، اللي هي الميتال ألويز، في منها فرس وفي نون فرس. الفرس ألويز اللي هي من فيرايت، فيرايت يعني حديد، اللي هي سبائك الحديد، وتنقسم إلى جزئين: ستيلز اللي هو الحديد الصلب بأنواعه المختلفة وخواصه المختلفة، والكاست آيرن اللي هو الحديد الظاهر أو حديد السكب. هذه اللي الفرس ألويز. والنون فرس ألويز اللي هم بناخد عينة أو بناخد أمثلة: كوبر، ألومنيوم، ماغنيسيوم، and titanium. وبهيك بنكون أعطيناكوا فكرة عن الوحدة السادسة، يعني أعطيناكوا فكرة عن آخر وحدة في مساق الهندسة، هندسة المواد أو الانجينيرينج ماتيريالز. سنبدأ رفع المحاضرات كما أسلفنا الأسبوع القادم، وإن شاء الله قبل بداية المحاضرات راح أعمل لقاء مفتوح معكم على الجوجل ميت. أرجو إنكم تاخدوا الموضوع بثقة تامة إنه هذا المساق راح يكون مساق ممتع، بالإضافة لأنه غني بالمعلومات ومفيد جدا في حياتكم العملية. أتمنى لكم التوفيق دائما، وإلى اللقاء في المحاضرات القادمة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.